طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. طبعا الحمد لله على سلامتكم جميعا، والحمد لله على سلامتكم من كورونا، الحمد لله على سلامتكم من الحرب. إن شاء الله يكون الكل جميعا بخير، يعني ما في حدا اتضرر من هذا العدوان الأخير. اليوم إن شاء الله حنترك لكم الفرصة اللي بده يتكلم أي حاجة، وحنحكي نطمن عليكم، يعني رقم واحد. رقم اثنين حنحكي في موضوع الاختبار. النقطة الثالثة إنه حنترك المجال لكم أي سؤال، أي استفسار، أي تقييم لموضوع المساء. في حد حابب يضيف أي حاجة تانية، أي استفسار؟ يعني هذا إن شاء الله من ضمن النقاط، يعني حنترك لكم المجال. الآن الصوت تمام، ما في أي مشكلة، صحيح؟ السلام عليكم، يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك يا رب. الصوت تمام الآن، الكل سمعني، صحيح؟ يا دكتور سلمان، تمام. صحيح. النقطة الأولى إن شاء الله ما في حدا تضرر أو صار عنده أي حاجة، أموركم كلها تمام إن شاء الله. الحمد لله، الأمور تمام إن شاء الله. لا، الحمد الحمد لله لله تمام يا والله. دكتور. الحمد لله. طيب، أنا بدي أحكي بس بعض النقاط هيك عشان اللي مش موجود معانا يلحقنا في موضوع اللي هو الاختبار. طبعا نشكركم أول إشي على جهودكم خلال المساق، طبعا هذه المحاضرة الأخيرة. يعني الصراحة أنا راضي كثير عن أدائكم وعن جهدكم، يعني تقريبا 90% من الطلاب من المجتهدين واللي بيسلموا التكليفات وبيتابعوا معانا وبيحضروا المحاضرات. حاولنا إنه يكون مرنين معكم في موضوع تنزيل المحاضرات وتنزيل التكليفات وموضوع التأخير. طبعا أنتم تحديتوا موضوع الظروف، سواء كانت الإنترنت، الكهرباء، الظروف الموجودة معانا مع التعليم الإلكتروني، أو الظروف اللي مرت في البلد، سواء كانت كورونا أو حرب أو غيره. وحاولنا نتفهم كثير منكم الطلاب اللي كان يكلمني ويتواصل معايا، وموضوع التأخير في التسليمات وغيره. بعض الطلاب يعني ضغط عليه شوية، حتى يعني لأنه هو بيكون كسول، يعني أو ما يعني ما مش مجتهد أو مش مهتم، فكنت أعطيه مدة محددة حتى إنه يلتزم ويشد حاله. وإحنا تعاملنا معاكم في الأساس يعني أصدقاء ومحبة قبل ما نكون مدرسين، حتى إنه أنت تحب المجال وتشتغل يعني وتستفيد وتكون جاهز بعد ما تخلص من هذا المساق، تكون جاهز لما تنزل على الحياة تشتغل في أي شركة أو تشتغل فريلانسر أو غيره. أعطيناك فرصة إضافية في موضوع اللي هو المشاريع الإضافية، اللي كان عنده مشكلة في الدرجات، فهذه فرصة إنه يحسن درجاته. وطبعا إحنا من فترة احنا وقفنا الاستلام للتكاليف هذه، وطبعا هذه بضيف الدرجات تبعتها حسب جهدك في المشروع الإضافي أو حسب معدلك، يعني حتى ما يكون في مشكلة في موضوع الدرجات والتوازن ما بين الطلاب. دكتور، وما حدا طبعا يطلب أكثر من حقه في موضوع الدرجات، كل واحد قديش اجتهد في التكليفات في الاختبارات في غيره حتلاقي درجته موجودة، وإحنا مش هنقصر معاكم يعني إن شاء الله. في موضوع المراجعة الدرجات، في عملنا بند واحد اللي هو بند مراجعة الدرجات، وأنا صراحة كان عندي مشكلة كبيرة من الطلاب، يعني عندكم 27 طالب، شو عندي كمان 4 شعاب زيهم، فالكل بتواصل على الواتساب اللي بتصل اللي كذا، فهذه مشكلة كبيرة. وإحنا مكان واحد اللي هو بند الدرجات تابع دراستك حتى ما يكون تشتيت، وأنا طبعا مش هقدر أركز في كل مكان، فهذا المكان الوحيد اللي كنت أتابع فيه. وإحنا طبعا رجعنا كل الدرجات، ما في داعي حقيقة لمتابعة، نزلت الدرجات قبل امبارح أو أول، وكان بصراحة الواتساب مهم جدا في موضوع التواصل. وإحنا الكلية بس أعطتنا اللي هي الكلاس روم للتواصل، وأنا الفصول القادمة إن شاء الله هظل على الكلاس روم، يعني مش هعتمد الواتساب لأنه جهد كبير وطلاب في كل الأوقات بتواصل، وأنا في الواتساب في الكلاس روم
اي حدا بتواصل برد عليه وبتابع معه. طبعا لانه الوقفه بتكرر نفس الشرح مرتين لكل طالب، اما الكلاس روم بيكون موجود الشرح. يعطيكم العافيه طبعا جميعا على جهودكم، وهذه النقطه الاولى. اذا في حدا حابب يحكي اي شيء، في نقاط ايجابيه سلبيه في موضوع المساق، نعطي كل واحد هيك دقيقه او دقيقتين. في حد حابب يحكي؟ دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. معك عبد الرحمن عود. أهلا وسهلا عبد الرحمن، تفضل. دكتور بس بدي أسأل، هجيت البونص أنت حسبته بناء على إيش؟ طيب خلينا نحكي بس الاستفسارات والأمور هذه في بعد ما نحكي في الاختبار. إحنا بنحكي على المساق بشكل عام، المحاضرات مثلا مش واضحة، الصوت مش واضح، تكاليف كثيرة، تكاليف قليلة، يعني بشكل عام إذا في حد عنده أي ملاحظة سواء كانت إيجابية أو سلبية تفضل يحكيها، أما استفسارات أو شيء حنترك المجال بعد ما نحكي في الاختبار حتى يعني نجاوب إن شاء الله على كل الأسئلة. في حد عجبان المحاضرات؟ في حد استفاد شيء من المساق؟ يعني عملية التقييم إحنا بنحكيها هيك شفوي، إذا في حد عنده يعني نقاط إيجابية أو سلبية تفضل يحكي. ليه هذا؟ لا مش الشكل، مش عندنا مشكلة، يعني وقت كان شعر تجيزة. ليش؟ نور. ليش ما يحكي يا نور؟ لا شعر تجيزة. فعمل الفاس بقول لك البوز المضيفة كانت حاسبة. طيب في حد يحكي إشي ولا ننتقل للنقطة اللي بعديها؟ طيب نحكي في موضوع الاختبار. حنحكي لكم الآن عن المشروع أو الاختبار بشكل مفصل. طيب في الاختبار أنا حاعطيكم عدة مواضيع تختار واحد منهم، يعني حاعطيك أربع مثلا شركات، اختار شركة واحدة من تشدوا نعمل لكل هذول يا أستاذ، نعمل ليش هذول بس شركة واحدة تعملها. بس أنا عندي مشكلة تضعيف شوية، هتعمل لشركة يعني معطيك شركة جبان، شركة من الجوال. تمام، اختار شركة واحدة من الشركات التالية: شركة للبهارات، شركة أجبان، مناحل العسل، مبيدات حشرية. تمام، هي عندك أربع أصناف، تختار صنف واحد. كمثال أنت بدك تشتغل عن العسل، كمثال إجاك صاحب شركة أو تاجر وقال لك أنا ببيع العسل أو ببيع الأجبان والبهارات، وأنا بدي تعمل لي يعني هوية بصرية وتعمل لي تصميم للمطبعات. تمام، فأول نقطة تختار شركة واحدة مش عدة شركات، يعني كمثال بتشتغل مثلا مناحل. تحدد انت اسم الشركه، ممكن تحطها باسمك او اسمك، وتبدا البحث موضوع المختار. يعني
شايفيني؟ معلش لحظة شوية بس بحاول أنا أفتح الكلية بشكل مباشر عشان الأمور واضحة. الشاشة راحت صحيح دكتور، مش مشكلة. المهم احنا طيب لحظة شوية، هو أنا كل ما أعمل مشاركة لإلها النت بيفصل بيكون ضعيف عشان هيك يعني. دكتور وضح بالصوت، مش بس لحتى الآن الكلام اللي حكيته أنا في شيء مش واضح منه. مش فاهم عليك، إيه مش واضح؟ طيب بدنا نحكي هيك سريعا اللي حكيناه ونكمل. الآن أول حاجة عندنا 4 أصناف للشركات، شركة واحدة منهم. كمثال إحنا اخترنا مثلا مناحي العسل. الآن بتختار اسم الشركة أنت اللي بدك تحطه، أنا مش معطيك أسماء هان، بعطيك أنت الاسم تحطه. يعني مثلا مناحل عبد الهادي، مناحل الطريفي، أو مناحل باسمك أو اسم عائلتك. تمام؟ الآن بعد هيك اخترنا الاسم، بعد هيك بنبدأ البحث عن الموضوع اللي أنت اخترته. كمثال إنه هذا الموضوع بروح أنا بشوف في تصميمات جاهزة على الفريلانسر أو على البيهانس أو فري بيك أو غيره، وبروح بشوف كيف شكل التصميمات أو شكل الهوية البصرية، كيف معمول اللوجو، وبروح بختار فكرة معينة وباجي هان بشوف إيش المطلوب. تمام؟ أنا أعمل لك إياه الأمر بالتسلسل. إيش المطلوب منك بالضبط في كل هذا الشغل؟ إنه تصمم لوجو لهذه الشركة. تمام؟ تعمل لوجو، اللوجو المطلوب منه التصميم للوجو مع تلوينه، وتصمم كرت شخصي، وتعمل فلاير، وتعمل بروشور. طبعا كل الاشياء اللي هذه يعني الاول والثاني والثالث انت عملتهم من خلال التكليفات اللي سلمناهم. البروشور هو اخر اللي شرحناه لكن ما طبقتوه. طيب هاي الاشياء المطلوبه الرئيسيه. الان ايش بنسوي؟ خطوات العمل، بنعمل انشاء ملف، بنعمل كنترول الان، بنعمل ملف على الالستريتور، بنحط مثلا 4 ارت بورد فيه، وكل ارت بورد منهم بيكون لشغل معين. يعني الارت بورد الاول للوجو، اللوجو احنا ما حطينا اي اعدادات او اي ابعاد له، فممكن نعمله A4 او اكثر او اقل، ما في اي مشكله. وبنبدا نصمم على الارت بورد الاول اللوجو. الارت بورد الثاني احنا عملنا 4، الارت بورد الثاني بنعمل الكرت الشخصي. طبعا عارفين انتم قديش الابعاد تاعت الكرت الشخصي. الارت بورد الثالث اللي هو بنعمل الفلاير ونفس الابعاد تبعته، ونركز على موضوع الابعاد. البروشور نفس الحاجه في الاربعه. طبعا البروشور بيجي عندنا، الفلاير بيجي قديش؟ وجهين صح، والبروشور بيجي عندنا برضه 2 ارت بورد فيه. فاحنا ممكن نغير في الارت بورد اللي هنا حسب المطلوب منا. تمام؟ يعني انا بدي الغي كلمه 4. دكتور، وبتعمل حسب اللي انت المطلوب منك. دكتور طب خليني بس احكي كل النقاط وبعديها حترك الاستفسارات لكم وحجاوب ان شاء الله على كل التساؤلات. يعني بتعمل ملف واحد عشان انا لما افتح مثلا ملف الالستريتور الاقي فيه كل شغلك بالكامل، اللوجو، كرت الشخص، الفلاير، البروشور. البروشور بيجي عندنا
تنتين او وجهتين، تمام، الوجه والقفا والفلاير نفس الحاجه، وكل واحد بتقسم من الداخل الهوامش وبتقسم من الداخل زي ما شرح. الان اختر الابعاد المناسبه لكل تصميم حسب ما انت بتعرف قديش الكرت الشخصي حجمه طول في العرض بتعمله، ونفس الحاجه للباقي. لما تيجي تعمل حفظ كنترول اس للمشروعك بتعمله باسمك كمثال، المشروع كله بالكامل كمثال، مثلا عسل كذا واسم الطالب. طبعا تنساش موضوع البليد حسب ما تعلمنا اللي هو الهوامش. اول حاجه بتبدا في تصميم اللوجو، التصميم بده يكون بيعبر عن الشركه ايش بتقدم خدمات، يعني مثلا الشكل تبع اللوجو او شكل التصميم او الكارت الشخصي. احنا بنشتغل على مبيدات حشريه فبدنا نركز كيف الشكل بده يكون، بيختلف عن العسل عن الاجبان عن البهارات. موضوع الالوان، في عنا الوان مرفقه هلقيتها، حنفرجيكم تشوف الرابط اللي هي نزلنا موقعها قبل هيك، يعني تشتغل مش الوان شكل عشوائي، في عنا مجموعه الوان بدك تستخدمها سواء كان من موقع او من الالوان، مجموعه الوان المرفقه. الخطوط برضه نفس الحاجه، في عنا خطوط على الكلاس روم بدك تستخدمها، عندنا خطوط جميله بدك تختار الخط حسب ما يناسب الشكل. لو استخدمت في الفلاير صور من فريبيك او من اي موقع ثاني، اي موقع ثاني، فبده تكون جوده الصوره كويسه ومناسبه، ما من الجوجل تكون جودتها ضعيفه. كيف طريقه التسليم؟ بدك تسلم كل تصميم ارت بورد لوحده بصيغه بي ان جي، يعني اللوجو بتعمل له تصدير بي ان جي لوحده، ارت بورد لوحده، الكارت الشخصي بتصدر له اياه بي ان جي، الوجه والقفا. الفلاير نفس الحاجه بي ان جي، البروشور نفس الحاجه بي ان جي. هذا اول شغله مطلوبه، وهذه الشغلات المهمه. طبعا كل بند من هذه البنود اللي انا بطلبها منك عليه درجات. الان فينا نعمل تسليم باكج لكل التصميم الارت بورد الموجوده عندنا، واحنا شرحنا كيف في اخر محاضره اللي هي التصدير للطباعه كيف التسليم الباكج، فهو بيحفظ لك الخطوط مع الـ AI مع كل الملفات. بدنا نسلم بي دي اف لكل تصميم، بي دي اف مع اللي هو البليد والاعدادات الطباعه زي ما احنا شرحنا في كل المحاضرات. طبعا لكل واحد منهم اللوجو، الكرت الشخصي، الفلاير، بدنا نعملهم لكلهم يعني يكونوا موجودين في موضوع البي دي اف. حقيقه في موضوع الفلاير لو في عندنا احنا ضفنا صور داخل التصميم، ففي عندي اللي بدي اعملها الامبيدد، فبدي اضيف الصوره ضمن الملف حتى لما اجي انا افتح الملف ما افقده. طبعا هذه شرحناها برضو في اخر محاضره. اخر حاجه على هامش التصميم خط صغير هيك، بما انه احنا التصميمات تبعتكم كلها هي حنجمعها ونحطها هيك في اعمال الطلاب في مجلد على البيهانس او على اي موقع، فبدنا تحط بخط صغير. طبعا هذا كله له درجات، ما يعني كل نقطه انا بكتب لك اياها بدك تلتزم فيها. على هامش التصميم خط صغير بدك تكتب الكليه الجامعيه واسمك، تخصصك، اسم الكليه هان، واسم المدرس. حط ثلاث اربع نقاط هذول، كليه واسمك، تخصصك، اسم مدرس. ترفع الملفات على جوجل درايف كلها هي تبعد ما تجمعها في مجلد، تسمي المجلد باسمك. رفع الملفات على مجلد، خلاص رفع الملفات مجلد باسمك. المهم اهم حاجه تسمي لي باسمك عشان انا ما اتغلبش، وتعمل تقطع جوجل درايف وتعمل انه الرابط متاح للكل يشوفه وبتسلمني الرابط. ملاحظه، اي طالب بتبين انه استخدم تصميم جاهز، طبعا اغلب التصميمات الجاهزه يعني طلعت عليها، او ثبت انه حدا من اصحابه او غيره هو اللي اشتغل عنه، فحيكون سيفر مبادر وحرفع اسمه للكليه في موضوع لجنه غش. طبعا هذه لها تاثير على المساق كله، يعني ممكن يرصف في كل المساق حتى لو يعني كان علاماته كل تكلفه القبل ممتاز. وانت في النهايه يعني ما تشتغل خوف، لا، ركز انه انت تستفيد. يعني انا معطيك شغله عمليه، تخيل انه انت لقيت اجت لك فرصه عمل على اي موقع، على موقع خمسات او موقع الفريلانسر او على موقع الابورك او غيره، وقال لك انا يا عم عندي شركه عسل وحتى انا مش عارف اختار اسم
او اسمي كذا، واعمل لي انت الهويه البصريه والمطبعات. فانت فرصه عمل اجتك، هي فرصه انك انت تشتغل وتبحث، ويعني معك وقت انك تسلمه. يعني التسليم حيكون مش هقول لك كمان ساعه او الان او بكره، حاعطيك فرصه عشان انت تفكر وتشتغل صح، وحقيم على الشكل النهائي والجوده. يعني حتى لو انت عامل النقاط والشكل مش جميل، فهذا حيكون له دور. طبعا حيكون في مناقشه، والمناقشه حتكون وجاهيه، حنحدد الموعد ونتفق عليه. واي واحد مش حيجي على المناقشه مش حيكون درجته معتمده. يعني انا الدرجات هذه حاعتمدها بعد المناقشه، تمام. والتصميم هذا ما يكون تم تصميمه بشكل مسبق لمساق ثاني او لاي حاجه ثانيه. اي تاخير في التسليم عن الموعد يعني بعد يوم الثلاثاء حيكون في عندنا خصم درجات، ويعني بعد ثلاثة يعني مش حستلم وحخصم درجات. يعني ممكن لو تأخر مثلا ساعة ساعتين حيكون في خصم درجات، بعد هيك خلص مش هاي يعني حيعتبر انه ما سلمش التكليف. الأعمال كل هذه اللي عملتوها انتوا السابق أو الحالية حنخليها كل واحد باسمكم، وحنعرضها إن شاء الله للطلاب في السنوات القادمة، وحتكون برضو مرجع لإلك لو انت اجتك فرصة عمل وتشتغل. هتقول لهم يا عم هي النماذج تبعتي، انا اشتغلت هذا الشغل، وبناء على خبرتك حيكون فرصه عملك اقوى. حطيت لكم رابط هنا في بعض الصور المجانيه، وهي اصلا موجوده على كلاس روم، بتلاقيها في ملحقات التصميم. وهي برضه هنا رابط خطوط من كلاس روم، هي رابط الالوان تطلع عليه، ونزلنا محاضره في موضوع محاضرتين في موضوع الالوان ممكن تطلع عليه. الان احنا عندنا هي كل اختبار تفاصيله بالكامل. إذا في حدا عنده أي استفسار أي سؤال، الآن مجال مفتوح لكم تحكوا لنا في موضوع الاختبار فقط، وبعد هيك هنترك الاستفسارات للمجالات العامة. دكتور لو سمحت. تفضل. أنا إسماعيل. أهلا وسهلا يا إسماعيل. أهلا بك. بالنسبة للفلاير بدك إياه وجه وقفة ولا وجه؟ وجه وقفة. الاثنين يعني. تمام. عشان هيك انا رفعت اللي كنت عامل اربع ارت بورد، فانا رفعته. الان عندك الفلاير وعندك البروجي. تمام دكتور. تفضل. لو اشتغلت كل تصميم في ملف لحال مش كل ما عملهم في ملف واحد، ايش السبب؟ انا عندي بكون افضل يعني اريح، تتشتتش يعني بالمعنى الكبير. يعني أنا بدك الصراحة عشان في التصليح ما أتغلب، يعني أنتوا 27 طالب، فبدأ أقعد أفتح لكل طالب أربع ملفات حيكون جهد كبير علي، فلما يكون كلهم في مكان واحد بكون أفضل في التقييم لإلي. لكن إذا عندك سبب مقنع، احكي إذا في عندك سبب مقنع. لا يا دكتور، في الرفع بكون أسهل، نرفع ملف واحد. ما هو ملف واحد بالضبط، يعني أنت بالنسبة للباكج حيكون كله ملف واحد. البي ان جي بدي ياكل واحد لحاله. في النهايه قد ما يكون الملفات مش حتكون حجمها كبير كثير. انت بتحكي عن الستريتور فقط، اللي ممكن ياخذ حتضيف صور في الفلاير او البروشور، هذا اللي حيكون شويه يعني انت حتعمله امبيدد، فحيكون الحجم حيزيد شويه. طبعا انت عشان هيك بتختار حجم صور قليله، يعني حجم تختار صور حجمها قليل وجودتها مناسبه. ممكن على مثلا الفوتوشوب تنزل الصورة وتعملها قص حسب المكان اللي بدك إياه، فأنت تقلل من حجمها لما تصدرها من الفوتوشوب أو تحولها على الستريتور. المقاس يفكر سنتيمتر. صحيح، كله بالسنتي. صحيح. في هنا حكينا موضوع الألوان، مش كاتب الألوان كلها هي تكون إيش؟ ألوان الطباعة. طيب مين في عنده استفسارات؟ كله سماحة. تفضل. بخصوص موعد نزول الاختبار اليوم، متى حيكون؟ أنا هلقيت حنزل الاختبار. تمام؟ تمام. يعني هاي بتعمله هلقيت تعيين، ها؟ أنت حالك. الاختبار حيكون عندكم هلقيت إن شاء الله، مش في المساء، عشان تاخذوا فرصة معك وتفكروا وتشتغلوا براحتكم. بدي شغل حلو ممتاز، تشتغل بشغل يعني مش شغل تجاري. دكتور بس سؤال. دكتور
معك تفضل احكي. بخصوص الوان الطباعة اللي هي الوان الطباعة السيام وهيك اللي هي نستخدمها في التصميم، ولا هو نفتح الملف يكون سيام وهيك؟ انت حتفتح، هو حيكون عندنا مشكلة في موضوع اللوجو. اللوجو في الغالب يعني بنعملش كله سي ام اي كي، لانه ممكن نحتاج اللوجو يا شباب، ممكن نحتاجه احنا في الطباعه، ممكن نحتاجه على التصميمات العاديه. لكن تجاوزا فيش مشكله، كل هي تعمل سي ام اي كي فيش مشكله. دكتور انت طلبت في البنود انه نلتزم بالالوان الموجوده بالرابط. فكيف يعني نطلع من الوان الطباعه؟ هيك بكون خلفنا البند. طيب انت شفت الالوان؟ طب رابط الالوان؟ لا فقصدي اني التزم فيه، يعني ما نجيب من غير الوان طباعه. طيب انت عندك لما تشوف انا الالوان هذا اللي حطيناهم احنا، الرابط اللي انتم شايفينه هذا اللي هي المواقع اللي بتساعدك في اختيار الالوان فقط. يعني مش الوان جاهزه. بتساعدك هي في اختيار الالوان، انك انت تختار مجموعه الوان حسب نظريه الالوان، الالوان المتكامله، الالوان المتشابهه. يعني مثلا تختار ثلاث ألوان فبحدد لك إيش هم الثلاث ألوان. يعني هذا فقط الموقع عبارة عن موقع مساعد عشان أنت ما تشتغل شغل عشوائي، هاي الفكرة. تمام. الآن بالنسبة لللوجو، الآن شباب اللوجو بس للمعلومة إنه بيتم تصميمه أول حاجة RGB، علشان أنت ممكن تستخدم اللوجو في مواقع التواصل أو للموقع أو تعرضوا على الشاشات، وممكن تنزلوا للمطبعات. فما بيتم بالبدايه تصميمه سي ام اي كي، لكن تجاوزا اليوم عملنا كل الملف سي ام اي كي. احنا معنا 10 دقائق. سؤال اخر، في حد عنده اي سؤال؟ دكتور لقيت يوم الثلاثاء، وفيش اخر مواد؟ اخر النهار معك لل 12 في الليل. طيب احنا خلصنا موضوع الاسئله الاختبارات، اعتقد الان كل شيء واضح. بدك تسال في موضوع الاختبار، تسال اذا في نقطه مش واضحه على الاختبار نفسه، يعني ما تسالنيش على الواتس حتى تكون السؤال لك ولكل الطلاب. الان في حد في المساق عنده اي استفسار، اي سؤال، حاجه مش واضحه، اي شيء؟ الان الاختبار انا نزلته. في حدا مش واضح عنده إشي، عنده استفسار، عنده سؤال؟ دكتور عشان بالله تو دخلت العلامة من الأكب للامتحان. عندي درجة النت ضعيف ما بدي أجيب، يعني تقريبا يا 25 يا 30 درجة. 30 يا دكتور مكتوب. أعتقد 30، مش عارف، خليني أتأكد بس. طيب في حد عنده سؤال آخر؟ إحنا معنا 10 دقائق أو أقل حيفصل الزوم دكتور، فاللي عنده أي حاجة حابب يستفسر، حابب يحكي أي حاجة، المجال مفتوح لكم. دكتور قلت بس بدي أعاود أسأل نفس السؤال اللي هو بالنسبة لعلامات البونص. أنا ما حطيتش ولا علامة بونص، بس يعني سلمتك ملفات والشغل أنا اشتغلته، يعني تحسب على ال ايش الاسم؟ ايش الاسم؟ عبد الرحمن عود. عبد الرحمن عود، ايش أنت عملت شهادة إضافية؟ بعثت ملفات على وين بعثتهم؟ على شو اسمه؟ أعملك توضع عملك تجربة. طيب لقيتها في بند هنا تبع درجتك، اكتب لي انه انا سميت اعمال اضافيه وانت ما شفتهاش، لان انا فعليا شفت كل اعمال الطلاب وبطلع على التاريخ وقت التسليم، بس اكتب لي هنا انت في تابع درجتك عشان اتابعهم وراجع. تمام دكتور. طبعا مش انه انت يعني تكتب تابع درجتك، يعني في طلاب كانوا يقولوا لي انا سلمت تكليف وكذا، يكون مسلم مثلا بعد بشهر بشهرين
او ما سلمش او كذا، فلا انا بتابع حال وبتابع بنفس الوقت في الاعمال اللي انت التكليفات اللي بس سلمت. انا دكتور من اول من ولا يهمك انت اكتب لي بس انت في تابع درجتك واكتب لي في المكان هذا وان شاء الله انا حاول دكتور ممكن سؤال بالله لو سمحت تفضل ما تشاورونيش انا المجال مفتوح هيت انت كاتب لنا هيت انت كاتب ضع اعمالك وتجاربك على البرنامج هجيت انا ابعت الملف اللي انا عملته اللي هو الستريتور ولا شو اسمه ولا بي ان جي هجيت خلصنا يعني اللي سلم لان حكينا كتير في الموضوع هذا وانتهى تسليم يعني تمام بس انا بعتت صور انا بعتت صور دكتور صور ايش صور شو اسمه صور انا عملتهم بعد الصور ما بعتش الملف انا معني انه لا صور وبنفس الوقت اي اي عشان اشوف شغلك يعني انه هذا إلك طب خلاص بنفع دكتور اضيف اليوم لانه انا عملت اصلا امبارح عملت شغل لشاب ولشاب ثاني يعني امبارح لا انا اسيبك انا من فتره يعني من يعني نهايه العيد واحنا وقفنا موضوع التسليم كان موضوع ليه انتهى يعني طيب يا دكتور جيت بعتهم بي ان جي انا مش وصل لك اياها ممكن اشوف اما اشياء جديده انك تضيفها تمام يا دكتور هجيت في انا عندي اللي بعتهم بي ان جي بعتهم اي اي طيب انت انا مش مقيمك عليهم يعني مش عارف والله طيب اكتب لي في تابع درجتك خليني اشوف اتاكد منه هذا اما شيء جديد ما تضيفش هذا بس دكتور ممكن برضو أضيف إنه تشوف كيف شغلي بس يعني تقيمني بس هيك من حالك بدون درجات ما فيش مشكلة إضافة لا طلع ما فيش أي مشكلة طلع هذا دكتور عنده استفسار أخر علامة البونص من أكم يعني 10 أو إلى علامة محددة لا ما أنا تركتها مفتوحة وحسب درجة حسب إيش قدم شغل وحسب درجته في التكلفات فيعني حاولت اوازن ما بين هذول المعيارين و يعني اعطيك مثال في عندي طالب مثلا عبد الرحمن كحيل عمل فيديو مميز وفي موضوع زياره المطبع عمل فيديو برضه مميز وعمل اكثر من تكليف كذا لكن ما بينفع احط له درجات اكثر حتى يعني بتجاوز علاماته تمام فهو سكر درجته يعني بالكامل فهي بتصير توازن هلقيت انا رحت على تكليف المطبعه ورحت مع اللي هو حسن ابو السعود تمام رحنا صورنا ونزل عنده إياه. وكتب اللي هو ايه بكون رصدت لك اياها انا اها لانه هو كتب انا ما نزلتش عندي يعني طيب مش مشكله انا حسب ما هو كاتب بمشي لقيت انت احنا نزلنا في تابع درجتك حدثنا اخر الدرجات شوفهم شوف درجتك هاي الملف هذا بتفتحه وموجود فيه كل حاجه تمام يا دكتور احنا يمكن بس بخصوص هذا اللقاء المسجل اذا ممكن ترفع لنا يعني كلاس روم عشان يكون مرجع لنا بخصوص باذن الله بحاول ارفع لكم اياه ولا يهمك مشكورا في اي استفسار اخر طيب بدي اسال سؤال اسماعيل نشيط كان معنا طبعا احنا يعني الطلاب المجتهدين بنشكرهم تفضل ايش رايك في المساق كتقييم يعني والله تمام انا 9:30 بقول من 10 يعني ايش في نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه ايجابي حددت لي هدفي ان خلص انا قررت مطبوعين قسم الهويه البصريه تمام ايش في نقاط يعني ملاحظات ممكن الواحد يستفيد منها لتطوير المساق او في اداء المدرس او في طريقه الشرح تطبيقات اكثر هو المستفيد كثير للطالب انه يطبق اكثر بيعرف كل شيء يعني قصدك تكلفات اكثر بالضبط وانت ما قصرتش في التكلفات هذول طبعا اعطيت شيء منيح اها والله احنا التكلفات هذه قدامهم الطلاب ماشيين يعني صحيح مش الكل يعني الهمة مش موجودة عند الكل الله يوفق الجميع يعني. الله يسعدك موفقين إن شاء الله طيب سؤال تاني حسن أبو السعود
يعني اختيار عشوائي. معك كذا. ايش رايك؟ ايجابيات وسلبيات. عادي ما تخافش ولا تخجل، الدرجات تم رصدها في امتحان، مش هحمل شيء يعني تقلق شيء، احكي اللي بدك اياه. والله ما شاء الله عليك يا دكتور، كان الفيديوهات اهم شيء وضحات، يعني طريقة الشرح ممتازة كثير، يعني انا بشوف دكاترة كنا نتعقد منهم، بس انت ما شاء الله عليك طريقة الشرح، الفيديوهات، الجودة، هذا اهم شيء عندي انا عشان افهم يعني، والحمد لله يعني كان شرح ممتاز واستوعبنا. الحمد لله دائما وابدا. طيب النقاط، ملاحظات، سلبيات، شيء؟ والله هي التكاليف ساعدتنا كمان، يعني كنت تدينا تكاليف كويس، كنا نشد حيلنا فيهن وننجبر ان نقعد على اللابتوب الصراحه وندرس ونقرا، فالتكاليف كل ما زادت على الطالب كل ما اجبرته عنه يدرس يعني ويقرا ويشتغل. ما قصرتش يا دكتور، كثر الله خيرك. الله يبارك فيك. احنا تقريبا انتهى الوقت، يعني ضايل نص دقيقه، فعشان هيك خلاص يا دكتور، الله يعافيك. نشكركم جميعا على التزامكم وعلى جهودكم في المساق، وان شاء الله هيك بنشوفكم في شركات وفي اعمال خاصه لكم ان شاء الله. دكتور بكره، الله يسعدك دكتور، تفضل بسرعه لانه ضايل نص دقيقه حيفصل الزوم. ايه شو اسمه، ممكن تنزلنا اللي...